جميع المرشحين إلى جلسة ثانية استمرارا للجلسة الأولى التي سبقت قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. هدف من الجلسة هو صياغة ميثاق شرف من أجل الالتزام به أمام الله وأمام جميع المواطنين في كفر كنا، يلتزم به من خلاله وبه المرشحين بالحفاظ على سلامة الجميع، على ممتلكات الجميع، بإعطاء صورة جميلة في العلاقات فيما بينهم، والاهتمام بأن يكون يوم الانتخابات يوم حضاري، يوم يليق بكفر كنا. كفر كنا كانت دائما مثال يحتذى به. نريد أيضا يوم الانتخابات أن تشير القرى المجاورة على سير الانتخابات في كفر كنا. كفر كنا غالية علينا جميعا، وهي لجميع المواطنين، وعلينا وهي أمانة في أعناقنا جميعا، علينا أن نحافظ عليها وأن نؤدي الأمانة بوفاء وإخلاص أمام الله أولا ثم أمام المواطنين.